أنا بدأت دخلت المدرسة من رجعنا السودان، دخلونا مدرسة المجلس الأفريقي، هذه يعرفوها في السودان، هي من أهم المدارس في ذلك الوقت. المجلس الأفريقي، المجلس الأفريقي لتعليم الخاص، طبعا هي تعتبر من أهم المدارس وأفخمها في ذلك الوقت، لكن تعال أقول لك إيش الواقع. عطي صورة عن الفخامة في المدرسة. يعني مبنية من حديد زنك، شو هذا الحديد الزنك، هذا الجدران من حديد زنك والسقوف من حديد زنك، ففي عز الصيف أنت في فرن وفي عز الشتاء أنت في ثلاجة. يعني ما كان فيها تكييف؟ لا تكييف ولا يحزنون يا رجل، أنت في السودان والسودانيين يعني بطبيعة الحال يعني الزهاد، ولا يعني الشعب ما هو متكلف يعني في عمومه، يعني لو أعطيته عن قريب اللي هو سرير وظله تحت شجرة ممكن يقعد طول عمره على هذا الحال، ضامن أكله وشربه ولا يفتكر بشيء ثاني يعني. لكن فدخلنا المدرسة تقريبا سنة أو سنتين، رجعونا سنة، أنا كنت رابعة في السعودية، رابعة ابتدائي، متخرج من السعودية رابعة ابتدائي، فوصلت السودان ما دخلوني خامسة، دخلوني رابعة، رجعوني سنة. إيه وكذلك أخواني. إيش كثر كانت تبعد المدرسة عن البيت؟ والله تقريبا 15 كيلو شيء، ما هذا القبيل 15 كيلو أي. فما كنت تروحون مشي طبعا؟ لا بالسيارة. لا بالسيارة أو بالباص، وهذه أول مرة نحن إيش نختلط مع بنات محارم أو غير محارم في هذه الفترة. المدرسة كانت مختلطة؟ مختلطة بس إنه البنات في صوب والأولاد في صوب، فكنا نروح الله يسلمك مثل ما قلت لك الجدران زنك والسقوف زنك بهذا الشكل والأرض تراب، يعني أرض الصف، أرض الفصل، أرض الفصل تراب، خرسانة تخرج من الخرسانة تمشي في الرصيف بعدين تراب بين الفصول والفصول تراب يعني. والله عزك ورا المدرسة في صندقة صغيرة مربين فيها كلبة بعيالها، فنخرج نشوف عيالها نتسلى معاهم شوي، ويعني عجيب يعني سبحان الله يعني. وبعدين هناك يعني عندهم دراسة الأساتذة شرسين بالشكل عجيب. أنت انجلت في جدة؟ في جدة جلد على اليد. ها وفي الخرطوم؟ في الخرطوم جلد على الظهر.